كنا داخل الجامعة، انتهى الصلاة ما سمعنا إلا صوت التفجير طلع. بتعرف في ازدحام الجامعة ما فيك تطلعي بسرعة يعني على السريع. طلعتنا من شفنا هالمناظر هي يعني التفجير اللي صار يعني. حسبي الله ونعم الوكيل، الله لا يسامحه اللي عمل هالشيء هذا. كنا طالعين من الجامعة، من جامعة زين العابدين. أنا فايت هون بنايتي، عم بتطلع هيك في الأمن كانوا واقفين هون. والله عم بترس باب البناية قام صار التفجير، ما عاد عرفت شو اللي صار. يعني ما شفنا مين اللي صار مين، لا 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 ما عاد احسن تطلع لانه دخان ونار والدنيا حمراء وبلور وقع علينا، يعني هذا اللي صار. كنا مهمة على جامع زين العابدين، ما اجسنا الا ارهابي اجا فجر حاله بيناتنا، هذا اللي اعرفه. ما واجينا على المشفى كثر خير من الشباب تموا بمعالجتنا.